جاءت البحرين ضمن الدول العشرة الأولى لوجهات السفر الأكثر تفضيلا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحسب تقرير لشركة ويجو. وقد أصدرت سوق السفر الإلكترونية الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة وجهات السفر الأكثر شعبية لدى مسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثاني من عام 2018. وبحسب التقرير لم يتغير ترتيب مراكز وجهات السفر لمنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير في هذا الربع السنوي، مع بقاء كل من مصر والسعودية وتركيا والإمارات والأردن في المراكز الخمسة الأولى. وعالميا حافظت مصر بلا منازع عن المركز الأول باعتبارها الوجهة الأكثر شعبية في الربع الثاني من هذا العام، فيما قفزت الهند مركزين لتحتل المركز الثاني في الربع السنوي الثاني لعام 2018. كشفت بورصة البحرين عن تمديد فترة الاستشارة حول نشرة الإصدار الأولية بخصوص طرح عام أولي للاكتتاب لشركة ABM تيرمينالز البحرين في السوق البحريني. وقد أوضحت البورصة في بيان لها على موقع السوق أنه سيتم تمديد الفترة حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 من أغسطس الجاري. وكانت شركة سيكو قد أعلنت عن طرح أسهم شركة تيرمينالز البحرين ABM للاكتتاب العام الأولي خلال الربع الأخير من العام الجاري. وقد أوضحت سيكو أنه سيتم طرح 20% من أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي في بورصة البحرين. يذكر أن سيكو تم تعيينها مديراً للإصدار والضامن الرئيسي لعملية الاكتتاب العام الأولي لشركة تيرمينالز البحرين. وتعتبر تيرمينالز البحرين الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان في المملكة. كشف مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية الدكتور عبد الرحمن جناحي أن الدراسات المبدئية للتقييم ودراسات الجدوى الخاصة بمشروع مترو البحرين قد تم الانتهاء منها، مبينا أنه تم الوصول إلى مرحلة طرح المشروع في مناقصة عالمية للبدء في تنفيذه. وبين جناحي في تصريح نشرته صحيفة الأيام أن تكلفة مشروع مترو البحرين تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، مؤكدا أن هناك توجها لتمويل المشروع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك وفقا لتوجه الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، لافتا إلى أن طرح المشروع في مناقصة سيستغرق وقتا وذلك بسبب مشاركة القطاع الخاص، متوقعا طرح المناقصة في الربع الأخير من عام 2019. والآن نتوقف مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بنسبة 0.27% مقفلا عند مستوى 1347 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,928,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,658,000 دينار تم تنفيذها من خلال 132 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 48% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8000 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.27%. أما بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4938 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع تجاوز النصف نقطة مئوية. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2829 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.14%.
هذا ومع قرب دخول البورصة الكويتية الحيز الفعلي للترقية إلى الأسواق الناشئة والانضمام رسميا لمؤشر فوتسي، وضعت الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال بالتنسيق مع البورصة الكويتية للمقاصة إجراءات احترازية لمواجهة التدفق المتوقع للسيولة. وكشفت مصادر مسؤولة عن وضع آليات ضمن غرفة عمليات للتنسيق الحي بهدف التأكد من جهوزية أنظمة التداول في السوق إلى جانب قنوات التقاص والتسوية، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة الرأي الكويتية. وبينت المصادر أن التقديرات الحالية للسيولة المتوقع ضخها على الأسهم الكويتية تجاوزت بمراحل التقديرات الأولية التي تتماشى فقط مع الوزن المتوقع للأسهم الكويتية ضمن مؤشر فوتسي والذي يبلغ 0.5%. انخفض صافي أرباح الشركات العقارية المدرج أسهمها في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 36.4% إلى نحو 1.5 مليار ريال مقارنة ب 2.4 مليار ريال في النصف المناظر من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية لشركات القطاع العقاري في بورصة قطر انخفاض إجمالي موجودات القطاع بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى نحو 99.8 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي. وساهم تراجع أرباح شركتي أزدان القابضة وبروة العقارية بنسبة 64% و12% على التوالي إلى تراجع أرباح القطاع بتلك النسبة على خلفية ما يمر به القطاع من تباطؤ في النمو. كشف تقرير حكومي أن السعوديين المسافرين إلى الخارج انخفض شرائهم للنقد الأجنبي من البنوك المحلية لمستويات قياسية، ففي الربع الثاني من العام الحالي تراجعت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي للمواطنين المسافرين للخارج إلى 51 مليون ريال بنسبة تراجع بلغت 56% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. ويعد الإقبال الربعي على العملة الأجنبية الأدنى مقارنة بعدة أعوام ماضية في إشارة إلى ثقة التحويل المباشر من الريال إلى العملات الأخرى عند السفر إلى الخارج، ففي عام واحد فقط انخفضت المبيعات من النقد الأجنبي بنسبة 17% ليصل إجمالي تلك المبيعات في 90 يوما نحو 236 مليار ريال متراجعة بقيمة 49 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة أوبر لخدمات سيارات الأجرة تخطط لإعطاء أولوية لنشاطها في مجال الدراجات الهوائية. تراجعت الليرة التركية أمام الدولار مدفوعة بعودة التقلبات من جديد لتنهي بذلك أسبوعاً من الهدوء النسبي مع إعادة فتح الأسواق التركية بعد انتهاء أسبوع من العطلات الرسمية. وأفادت وكالة أنباء بلومبرغ بارتفاع الدولار بنسبة 3.7% أمام الليرة ليصل إلى 6.2249 لتوصل بذلك العملة التركية خسائرها مع بدء عمليات التداول الأمريكية اليوم. ويشار إلى أن الليرة كانت قد تراجعت خلال الشهر الماضي حيث بدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيرين تركيين وسط خلاف حول القس الأمريكي المحتجز، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية والنقدية للبلاد. في ألمانيا تحسنت ثقة الأعمال بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري، وذلك بفضل هدوء الأزمة التجارية والأداء الاقتصادي القوي. وأعلنت مؤسسة إيفو عبر بيان أن مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا سجل مستوى 103.8 نقاط في أغسطس الجاري مقابل 101.7 نقطة خلال الشهر الماضي. وأوضح التقرير أن الشركات عاودت رضاها عن الوضع الحالي لأعمالها، كما زادت توقعات المؤسسات بشأن الآفاق المستقبلية.
ردت الصين على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وارداتها بطريقة وصفت بالمبتكرة، تتمثل في الضغط على الشركات الصينية للعثور على موردين وعملاء خارج الولايات المتحدة. وتبحث شركة رين جيدينغ مثلا والمتخصصة في صناعة القفازات الجراحية المعقمة عن أسواق جديدة، لكن الشركة تقول أنه لا توجد جهة بإمكانها استيعاب 60% من المبيعات التي كانت لزبائن أمريكيين العام الماضي. وألغت الصين مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة، تارك مصنعي الأغذية وشركات الأعلاف يتدافعون لسد هذه الفجوة. في السياق، قررت هيئة الرقابة المصرفية الصينية إلغاء وتنقيح بعض اللوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي في محاولة لدفع الانفتاح المالي. وستلغي الصين قواعد الإدارة الخاصة باستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأجهزة المحلية، وتطبق نفس سياسات الدخول إلى السوق على الاستثمار الصيني والأجنبي. وستلغي اللجنة أيضا القيود المفروضة على الحيازات الأجنبية في الشركات المصرفية وإدارة الأصول الصينية في 3 وثائق أخرى. أمرت محكمة فيدرالية أمريكية بحجز أسهم من شركة سيجو الفنزويلية للنفط وبيعها لتسديد تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار متوجبة على حكومة كاراكاس لشركة مناجم كندية ما لم تقدم السلطات ضمانة. وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن هذا القرار يشكل ضربة جديدة لفنزويلا التي تعول على شركة النفط الوطنية التي تتفرع منها سيجو لتمويل الحكومة في وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها. وسيجفف فقدان فرع سيجو أحد آخر المصادر المتبقية لفنزويلا بالعملات الأجنبية. وأعلن القاضي ليونارد ستارك أنه إذا كانت الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط تود منع تنفيذ عملية بيع الأسهم، فعليها أن تقدم ضمانة. وإلى سوق الطاقة، حيث ارتفعت عائدات البلدان الأعضاء من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك من صادرات النفط العام الماضي بنسبة تجاوزت 28% مقارنة بعام 2016، لتصل إلى 567 مليار دولار. ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع معدل سعر خام برنت إلى أكثر من 43 دولارا للبرميل عام 2016، بينما بلغ معدل السعر 54 دولارا عام 2017. وفي الفترة نفسها، ارتفع متوسط سعر خام غرب تكساس من أكثر من 43 دولارا إلى 50 دولارا للبرميل. ولفتت البيانات إلى أن عائدات النفط لبلدان أوبك بلغت 567 مليار دولار عام 2017، وأضافت بارتفاع نسبته أكثر من 28%. والآن نلقي نظرة سريعة مشاهدينا على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا، أعلنت شركة أوبر لخدمات سيارات الأجرة أنها تخطط لإعطاء أولوية لنشاطها في مجال الدراجات الهوائية، على الرغم من احتمال أن يضر ذلك بأرباحها. وقال رئيس الشركة أن وسائل النقل الفردية تناسب أكثر السفر داخل المدن، وتوقع أيضا أن يقوم المستخدمون برحلات أقصر وأكثر تكرارا في المستقبل. وأضاف في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أنه ربما يكون ذلك غير مربح بالنسبة لهم على المدى القصير. يذكر أن أوبر تعاونت مع شركة لايم لخدمات الدراجات وأجهزة السكوتر الكهربائية، في حين عقدت صفقات في مجالات أخرى مثل النقل العام والشحن.